مين قال ان العجلة لما بيقع بتكتر سكاكينه؟ الملك اللي لما بيقع هو اللي بتكتر سكاكينه. قلنا الفيديو اللي فات ان الكل اسد حدود ما ينفعش يتخطاها مهما كانت قوته. اللي قدامك ده واحد من اخر اربع ابناء لاسود الماجن جلانس، واللحظات دي هي اخر لحظات في حياته. قبل كده بدقايق كان الاسد ده موجود مع اخوه في المنطقه دي، المنطقه اللي نسيوا انها تحت سيطره اسود ماتيمبا الاقوياء. ممكن اتخدعوا في قوتهم، ما هم ولاد الماجن جلانز الاقوياء، واسدين من ضمن الاسود الاربعه اللي بتكون تحالف فور وايز ميلز القوي. الا انك في الفيديو ده هتشوف قصه من احزن ما يكون. القصة الحزينة دي بدأت لما الأسدين دول اقتحموا منطقة نفوذ تحالف ماتيمبا وحاولوا يصطادوا جاموس. مهمة الصيد ما نجحتش، فقرروا ياخدوا راحة ويكملوا مهمتهم. بس يظهر نسيوا مين حراس المنطقة اللي هم فيها. الأسدين الأقوياء هيلي بيلي وجينجر. اتنين من اقوى اسود ماتيمبا، ولا خرجوا في التوقيت ده في نوبة حراسة عادية. الا انه من سوء حظ اسدين فور وايز ماتيمبا حسوا بوجودهم، وفعلا قدروا يحددوا مكانهم. وفي حين ان جينجر وهيري بيلي كانوا بيستعدوا للمعركة، أسدين الفور وايز كانوا في غفلة تامة وشعروا إن هم في أمان تام. أمان خلاهم يستمتعوا بوجودهم سوا. ما كانوش يعرفوا إن دي آخر لحظة هتجمعهم ببعض. جينجر هجم على واحد من الأسدين، واللي مشهور باسم بلوندي مين، في حين إن هاري بيلي بدأ يلاحق الأسد التاني اللي لحق يجري. دقايق معدودة كانت كفاية لجينجر انه يحكم قضته على بلوندي مين، في حين ان هاري بيلي رجع بعد ما هرب منه الاسد التاني. وعلى مدار دقايق طويلة بدأ الاسدين يتبادلوا الهجوم على بلوندي مين. الاسد الجريح المسكين اتحول من صياد لفريسة، وده بعد ما اسود ماتيمبا قرروا يبعدوا عن المنطقة وسابوا الجاموس اللي بيظهر في المقطع قدامكم دلوقتي يتكفل بالباقي. وفي منظر محزن ومؤثر حاول الاسد بلوندي مين انه يهرب وينجو بحياته، الا ان الاصابات اللي صابها له جينجر وهيري بيلي كانت أصعب بكتير من إنه يتحملها. بلوندي مين كان حرفيا مش قادر يتحرك. أحد أبناء الماجن جلانز بيواجه مصير تعيس بعد الغلطة اللي ارتكبها هو وأخوه. أيام معدودة ومات الأسد بلوندي مين أحد أسود الفور وايز، وأثبت جينجر ماتيمبا وهاري بيلي ماتيمبا من جديد قوتهم الكبيرة واستعدادهم التام للتصدي لأي حد يفكر يقتحم منطقتهم. أتمنى يكون الفيديو عجبك، ودلوقتي أسيبك تعيش مع المقطع كامل.
واخيرا خلينا افكرك، هكون سعيد جدا لو انضميت دلوقتي لأسرة ارض العجائب واشتركت في القناة، وهكون اسعد لو عملت اعجاب بالفيديو.